عندهم في هذه المدينة مثل اللي يمشي طاكسي اللي عندنا في المغرب كيديو كلمة بيجي ثمن رمزي وتعامل جد جد طيب لا خوف عليه كاين واحد الرقم الصدرية ديال صاحب الدراجة النارية اللي يحتاج أنه يتعامل معك بطريقة غير آمنة. شوفوا معنا الاجواء مشاهدينا الكرام، يعني مدينه ساحره صراحه. يعني في فتره الصباح تكون هناك واحد الجو ساخن جدا، هو السوبر مارشي ديالهم وفين كيكونوا الحلاقه وكذلك فين كيكونوا الصيدليات. الامر الجميل هو ان عندهم واحد الجو صراحه جو رائع، جو يخليك انك تخرج تكتشف هذه المدينه هذه. يعني شوفوا معنا مشاهدينا الكرام، شوف تي في بقلب مدينة كيغالي برواندا. صراحة الشعب الرواندي شعب طيب، اذا مشاهدينا الكرام الان امطار الخير عندهم في هذه المدينة هذه وهذه الاجواء الرائعة. غادي نساليو مشاهدينا الكرام هذا البث المباشر والى اللقاء.